بمناسبة ختام بطولة كأس العرب امبارح، كمان كان اليوم العالمي للغة العربية، وبالمناسبة دي أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن وجود اقتراح لاعتماد اللغة العربية لتصبح لغة رسمية في الاتحاد الدولي. قال فيفا عبر موقعه الرسمي بالأمس: يوافق اليوم الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية وختام منافسات كأس العرب التي تقام للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الفيفا، وأضاف: تقديرا لأهمية اللغة العربية التي يتحدث بها أكثر من 450 مليون شخص في أكثر من 20 دولة ناطقة باللغة العربية حول العالم، إضافة إلى ملايين العرب في مختلف البلدان، سيقدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم اقتراح بأن تصبح اللغة العربية لغة رسمية في الفيفا. وعايزين نقول لحضراتكم بالمناسبة، اللغات الرسمية حاليا في الفيفا هي 4 لغات: الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية، وإن شاء الله قريبا جدا العربية. 450 مليون شخص بيتحدثوا اللغة العربية في 20 دولة، منهم 100 وشوية في مصر. يعني طيب.